مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ولا اروع. ان شاء الله تقضيوا معايا حصه ولا سويعه خفيفه وظريفه. تقدروا تشوفوا هذه الحصه مباشره على الصفحه الرسميه سميرة تي في كادت الانستغرام. ما تنساوش الارقام الهاتفيه اللي راح تظهر في اسفل الشاشه. باذن الله استقبلوا جميع مكالماتكم اليوم باذن الله. مشاهدينا الكرام، راهي معايا ضيفه اللي راح نشوفوها مع بعض، نشوف الوصفات تاعها. مرحبا بها السيده ساره، مرحبا بك. الله يسلمك شيخ، الله يسلمك. شكرا الحمد لله، انتم بخير. الحمد لله، الحمد لله يا ربي. منين جيتينا ساره؟ سوق هراس. سوق هراس، الله يبارك. بصح انايا هنايا متزوجه في بليده ودارنا سوق هراس. الله يبارك، الله يسلمك. اليوم السيده ساره تقدم لكم زوج وصفات. الوصفه الاولى راح تكون طاجين جبن، والوصفة الثانية هي سنيكرز، حلوة سنيكرز. يلا الله يسلمك. راح نتمتعوا مع سيدة سارة. الله يسلمك ان شاء الله. نروحوا معاهم خطوة خطوة بيان سور، باش يدونوا المقادير وتحضير تحت الوصفات، ونشوفوا كذلك طريقة تحضير مع بعض. مشاهدينا الكرام، تفضلي منا سارة. الله يسلمك تعيش. نبداو بطاجين الجبن هكذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بيا عندكم. راهي شويه حشمانه شويه خايفه، سي نورمال كيما الضيوف كامل اللي يجوني. الله يسلمك تعيش. دوك تتعاودي. بيان سور. قولي لي سيدة سارة. نعم. طاجين بنتي ما ديروش بطاطا. لا لا. راح نديرو على طريقة ناس الشرق. ناس وقهر. صح، ناس وقهر. الله يسلمك. دوكا نبداو أول حاجة عندنا ليزانغغيديون. نروحو طريقة التحضير. بيان سور. عندنا حبة بصل، عندنا الثوم، عندنا الزيتون. عندنا هذا شامبينيون اختياري، اللي يحب يديرو اللي يحب ما يديروش. صح. عندنا اللحم مفروم. وعندنا صدر الدجاج اللي راح نقليوها مع البصله. وكتوابل واش استعملتي؟ التوابل عندنا مرق دجاج، مربع مرق دجاج، عندنا راس الحانوت وعندنا سكنجبير. دونك راس الحانوت وسكنجبير ومكعب مرق الدجاج. ملح فلفل كحل. ملح فلفل كحل هذا بيان سور هو. صح. ايه يلا نبداو طريقة التحضير. نبدا بيان سور. يلا تفضلي. يلا ناخذوا وليدتي صالة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك سيداتي. ياكم لاباس؟ والله الحمد لله. واش راكي انت لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بالضيف الضيفة اللي راهي عندك. الله يسلمك. الناس سوق هراس اليوم راهم معانا. ها مرحبا مرحبا. تعب الشرق والغرب والوسط. الله يسلمك. والجنوب. الله يحفظك. كل شيء مليح في الجزائر، الجزائر قاع إخوة. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شيخ فارس نشكرك على هذه الحصة. الله يحفظك يطول عمرك، شكرا. كفيت ووفيت. الله يسلمك، شكرا شكرا لك. نحبوا الطبخ بزاف، وماذا بينا تكون أكلات متعددة، شغل مشكلة، كاين شي أطباق اللي الناس ما تعرفهمش بزاف. صح. منسيين. منسيين طبعا، كيما ذاك الفول اليابس. الفول اليابس هذاك ثاني عنده طاجين، الناس صحاب التلمسان يديروه بالخليع والبصل الاحمر بكميه كبيره. البصل الاحمر يقلوه غايه، يديروا معاه الخليع وكيمرقوا، يغسلوا ذاك الفول اليابس ويديروه يطيب، يجي لذيذ جدا. هذا لازم نجربوه. ها حنا شنو البصل الاحمر بكثره. ان شاء الله نجربوه هذا. ان شاء الله. الله يحفظك سيداتي. شكرا بارك الله فيك. شكرا 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 ومعك سلامه. مع الف سلامه. شكرا. حنا شاف الفول اليابس انا نشفعها جداتي تدقو تنحي له هذاك القشور ونديروه في البركوكس في هذاك الشتاء، نديروه بالقديد. انا كريت البركوكس بالفول يجي بزاف. وعبالك حنا شاف لاصوص ما نديروهاش حمراء، نزيدو فيها الحليب، يجي واحد البنه. تزيدو الحليب. انكرويابل. تما ما تمرقوش بالماء، تمرقو بال. لا لا، نديرو لاصوص نورمال، لاصوص حمراء نورمال. حمراء نورمال، ومن بعد كي يطيب ونبداو نحطو بعد ما نفورو البركوكس هذاك وكاع، نحطو الحليب، نفورو الحليب، أو عندنا ليتر حليب على جهه قاعده تفيض. كي يكمل هذاك لاصوص يطيب وكاع، نفرغو لهذاك الحليب في مع المرقه حمراء. وكيفاش يجي المذاق تاعو؟ بنا لازم لازم تذوقوا باش تقدروا. كنت درت لنا البركوكس بالحليب اليوم. ما عنديش المرة الجاية شاف كاش مشكل. تعاودي تولينا إن شاء الله السيدة سارة. بيان سيغ. إن شاء الله. هنايا عندنا شاف دوكا نبداو شوية نقليو هذا السكالوب تاعنا. إيه. حطيها هنا معليش. نعطيك فرشيطة؟ إيه بيان سيغ، عطيني فرشيطة باش نقدر نقلب.
قولي لي واش حبيتي سلطه لك حشميشه؟ تفضلي. هادي بركوكس بالحليب لي شوفوك شغل تجيها زعما حاجه بيزا. كي رحت كي كنت مع ناس داري وكاع كي شافوها شغل جاتهم حاجه بيزار او كيفاه تاكل بركوكس مرقه حمراء. شيخي المراه الاولى نوجه له تحيه شيخ الهادي نقولوا نحبك. كي شاف المراه لا بروميير فوا شغل بقى يخزر جاتو حاجه بيزار وبعد كي ذاقوا قال لي هذا هذا قال لي هذه حاجه واحده اخرى. نديروه باللحم ولا لا؟ لا نديروه شويه دجاج ولا بالقديد صح. ونقطعوا فيه الخضره ونحطوا فيه قلت لك هذاك الفول يابس يطيب مع الحميصه كلش. ومن بعد ينتكل شغل سخون هكا بنا بنا ولا اروع. نحن ناكلوا درك حتى ما هضرت عليه. بنين بنين بزاف يا شيخ. لازم تعاودي تولي ان شاء الله باذن الله باذن الله. هذه على بالك هذه اكله نشفع عليها من وقت جداتي بقات معانا زعما شغل حاجه. قولي لي كي نديروا كي ديري الحليب ما يتغيرش كاع الكو تاع لا لا ما يتغيرش. لا لا كاين كاين ناس زعما دير غير قيس واش كيما نقولوا حنايا ناس واحد يدير واحد ناس شرق حبر واش كلا واش تاكل حبر 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 زعما قيس واش حبر واش كلا زعما يا روحي الكونتيتي زعما ثلاث عباد ندير زعما نص لتر مع شويه هذيك لاصوص ونخلطها. ما نحكي لكش كي تكون بالفلفل الحار بالفلفل الحار. احنا ناس الشرق بزاف ناكلوا الفلفل الحار خاطر حنايا جهتنا جهتنا جهه تونس حار الحمر الفلفل الدريس حار كلش حار كلش حار. معليش شاف النقص برك في النقص معليش باش ما دوكا كي تقلات لنا شويه خويا هاني تقلى لنا شويه الدجاج تاعنا نروحو نديرو البصل نخليوه يحمر ولا اي نخلوه هكا شاف نورمالمون هكا برك. واش نزيدو معاه بعدا اعطيني برك كويه شاف كويه مالي كويه وسكرفاج يلا مغرف وسكرفاج ها هو المغرف ميرسي يلا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله خير كيفك؟ مرحبا بك واش راكي السيده زهره لاباس؟ الحمد لله انت راكي ملاح والله غير الحمد لله. سؤال عليكم واش راكم انتوما؟ الحمد لله العائله صعبه والوالده والله غير الحمد لله. من كتكلمينا من العاصمه؟ عين طايه. عين طايه مرحبا بكم يا ناس عين طايه مرحبا. الله يسلمك تعيش ومرحبا بالضيفه تاعنا اليوم سيدة سارة. الله يسلمك تعيش الطبق اللي رايح الله يسلمك الله يسلمك مرحبا بك. داير بلي بشوش تاعي يعني راهي صوت موتى معاك. اها الضيفه تاعنا. نعم بشوش الله يبارك. والله ما سمعتك سيدة زهرة. قلت لك الضيفة 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 الله يبارك الله يسلمك الله يسلمك ويطول عمرك مرحبا. يسلمك خويا طارق بغيت نسيك على البقلاوه بلاصه افيلو. اها كنا كنديرها هكذاك في سيقه قبل نقطعها داخل السنيوه ولا حتى تطيب؟ لا لا قطعيها قبل ما تطيب. ايه ومن بعد نغمرها بالسمن ونطيبها هكاك ولا غير ندهن برك لا نطيها لك؟ شوفي قطعيها ومن بعد تاخذي السمن وتاخذي البانسو وتدهني كامل الوجه تاع البقلاوه تاعك. ندهنها تاع الورقه من قبل ما نخدمها. دهنيها طبعا. طبعا يعني تطلق تاعك اللي قلت نزيد نسقسيك خير. لا لا دهني شوفي كيف شوفي من فوق دهنيها. اها. هكذا. وال لاباط ما بين الورقه واختها ديري شويه تاع مايزينا تاع النشا. بين الورقه واختها. ما بين الورقه واختها ديري مايزينا فوالا ديري النشا. هذه كي نديرها طبقات. هاك ديريها تبقى طبعا. انا بغيت نديرها شغل دي بودا ومن بعد نقطعهم. صح هذوك هذوك الورق هذوك الورق كي تقطعيهم رشي عليهم شويه مايزينا. نرش عليهم رشي عليهم شويه مايزينا. اها. وفي الاخير قلنا تدهني البقلاوه تاعك بشويه تاع السمن يكون دايب. يكون بارد. يكون بارد دافي يعني. فوالا دافي ما يكونش سخون بزاف. طيب هذه. هذا ما كان سيده زهره. ولسه شويه تاع الداخل ما تخرجش بزاف. ما تشبخيهاش تكون مفتوله كي الطعام. كي الطعام. تكون مفتوله كي الطعام. بعد نسقيها بالعسل هي تكون سخونه والعسل يكون فاتح. هي تكون سخونه والعسيله تاعك تكون بارده وما تزيدي لها والو باش تقعد البقلاوه فيها القرمشه.
يعطيك الصحة خويا سعد. بلا مزية سيدة زهرة. يعطيك الصحة على الوسط، أنا نجربوا. بارك الله فيك، يعطيكم الصحة بصحتكم. الصحة والهنا إن شاء الله. تعيش خويا سعد. شكرا. مع السلامة سيدتي، شكرا. نوليو عند السيدة سارة. واش درنا؟ دوكا حطيت البصل الثوم، دوكا حطيت لي زيبيس اللي هما سكنجبير فلفل الكحل وحطيت نص مربع مرق دجاج. صح. ايه ودرت ملح وفلفل وراس الحانوت. وراس الحانوت بيان سور. دوكا تقلات شويه، نزيدوا لها الماء سخون شويه، نمرقوا بالعقل. ما مرقوش بزاف. لا لا نمرقوا بالعقل، قيس مام با ما نغطيوش هذاك الصدر تاعنا. لانه الصدر تاعنا راح نفتوه دوكا. ايه بيان سور راح نسحقوا لاصوص غير شويه. ايه غير شويه. صح. هذا ما كان. باش تاديين الجبن تاعنا ما تجيش ناشف. ايه ايه بيان سور. ومن بعد شاف باسكو من بعد راح نزيدوا لها واش نزيدوا لها؟ راح نزيدوا لها البيض والفرماج، ما هكا ما تجيناش ناشفه. والشامبينيون ما نطيبوش معاه؟ لا لا الشامبينيون ما نطيبوش معاه، الشامبينيون نرموه مع التالي هو والزيتون. صح. دونك شويه تاع الزيت، نص درجه تاع الدجاج راح نتقليوه، نزيدوا معاه نص حبه بصل مقطع رقيق. وثلاث سنين تاع الثوم هكذا. ايه. قلنا التوابل درنا الملح في الكحل، نص مكعب برق الدجاج. ايه. سكنجبير وراس الحانوت. ايه. ان شاء الله تكون وصلت لكم الفكره. دونك نخليو الدجاج تاعنا يطيب. ايه نخليو الدجاج تاعنا يطيب. بعد نروحوا لل اللحم المفروم. ايه. صح. جيبوا معنا مقله. وقلنا شامبينيون ماشي شرط يديروا ها؟ لا لا شامبينيون اختياري. صح. ومام الزيتون قادرين يديروه في بلاصه الزيتون، اللي يكون ما عندوش الزيتون يديروه بالجلبانه. ليسونسيال لاصوص برك، وكاين اللي يديروه بصوص بلون. صوص بلون. صح. صوص بلون باينه معروفه. اوكي. دوكا شاف نجيب هذه منا باش ونديروا هذه منا. داكوغ دي. هاي. يلا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام. خويا سالم مرحبا بك سيده فاطمه الزهراء، واش راكي لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. وانت؟ الحمد لله. منين راكي تكلمينا؟ مرغايا فاطمه الزهراء مرغايا. مرحبا بك. علاش لي هضرت معك الاخ؟ هذا دوك انا عقلت صوتك، كي زدتي هضرتي شويه انا عقلت صوتك. واش راكي لاباس؟ والله لاباس. وانت؟ الحمد لله. والله والله الحمد لله. الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله. الحمد لله. الاخ سالم نسيت نعمتك دايما، نسيت المقيره تاع البارح، جاني اليوم ما شاء الله. جاب بنين. جاب بنين ما شاء الله، درت النص فيه الغرس ونص درته هكذاك. يجي هايق، كثرتي له شويه القارص. درت له، كان عندي القارص في الدار جاب ما شاء الله هذا والعسلته. يلا بصحتكم بصحتكم، بالصحه والراحه ان شاء الله. يسلمك وانت ثاني، ربي يخلي لك صحتك. الله يسلمك. بارك الله فيك، شكرا لك، يعطيك الصحة. بلا بي. يا بالسلامة، الله يعاونكم. مع السلامة. شكرا شكرا. يلا قولوا لنا شكون اللي جرب المقيرات ولا مازال ما جربتوهاش؟ راكو ترى طيب. الناس اللي ما جربتش المقيرات راكو ترى طيب، بنين بزاف بزاف. دونك قلنا اللحم مفروم، نزيدو نديرو التوابل اللي درناهم في لاصوص. ايه نفس التوابل اللي درناهم في لاصوص. هذاك النص مكعب مرق دجاج اللي قعد. ايه. وسكنجبير. ولا زنجبيل. وراس الحانوت. وراس الحانوت. والملح. ايه. وفلفل الكحل. خلاص نحيهم هذو ما نسحقوهمش. ايه شاف. نزيدو برك السمنه ثوم. نزيدو الثوم ياك. ايه. لازم نجيب لك هذه الروضه العجيبه هذه. ايه. نديرو بها الثوم. زيدوا ناخذوا اتصال. ناس البيض السلام عليكم. الو سلام، شنو واش راكم لاباس؟ الحمد لله. مش متصابه والله غير الحمد لله. كاش برد في البيض؟ برد غير هو. يا ربي يقدركم ان شاء الله. ربي يقدركم. برد الحال بزاف. ربي يقدركم ان شاء الله. واش راكي سيداتي لاباس؟ صافا الحمد لله. كل لاباس. واش درتوا فطور اليوم؟ درنا لوبيا بيضاء. واش درتوا؟ درنا لوبيا بيضاء. لوبيا بيضاء. بصحتكم. بصحتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. نتبع وصفاتك يوميا. بارك الله فيك سيداتي، شكرا لك. وراكي تجربي يا اخي. الحمد لله. غير روحوا الدراري نحكم الكراس وستيلو. وعندك الكراس. غير روحوا الدراري تكون العافيه. تكون العافيه، يخليوك تسمعي مليح الوصفه.
كل عافية. والكراس يخي عندك؟ نعم. الكراس وستيلو راهو عندك؟ جيب لي المقايرة تاع يامس. ومازال ما جربتيهش؟ مازال والله مازال. لازم تجربيه سيده سميه، لازم تجربيه، بنين بزاف. مازال ما حتى ولادي، حتى ولادي راهم يتبعوا شي فارس. سلمي لي عليهم بزاف بزاف، تحيه كبيره لي. اختي اللي معاك منين هذه؟ مسوق قهراس. مسوق قهراس، حنا ثاني عندنا الوصفه هذه اللي قالت لك البركوك نديروا به الحليب. انتم ثاني طيبوها في البيض؟ نديروها بركوك بالحليب، حنا شويه بعيده البيض، عندنا واحد 100 كيلو. عاد بريزينا، تعرف بريزينا؟ منطقة الكور راك تجاوزوها في الصناعة. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك سيدتي. منطقة سياحية، منطقة الكور. صح، عمال نجوز زوروك. مرحبا بك، كاين تمر. الله يسلمك، فيها التمر ثاني؟ فيها التمر، فيها كل شيء. هاي مالا لي كيف نروحوا؟ ايه شوف شوف، قول له منطقة الكور، قول له الدور. اها. شوف المخرج، قول له منطقة الكور. او يقول لي عليها المخرج، او يقول لي. انا من منطقة الكور. الله يبارك. ايه مرحبا بك. ان شاء الله. الله يسلمك، ان شاء الله يما نجوك وناكلوا بركوكس بالحليب. ارواح ارواح. وناكلوا التمر ان شاء الله. التمر تاكل وتدي خويا. نزيدوا نروح عند الجيلاني نجيبوا السلق. وهذيك هي. وخويا فارس. الله يحفظكم. الله يحفظكم، بارك الله فيكم، شكرا. اسمع انا اختار وصفات عن نعم تاع البركوك تاع بالحليب شابه هايله. هاي مالا نجو ندوقوها عندكم باذن الله ان شاء الله. والفول يابس. الفول يابس، هي تقول لي سيده ساره بالفول يابس وفي الاخر نديروا الحليب. هايله. خلاصي مالا، كي هايله هايله هايله. نجو عندكم ان شاء الله. طبق تاع جدود. الله يبارك. الله يبارك. بارك الله فيك، ربي يعينكم ان شاء الله. شكرا، يعطيك الصحة سيدتي، وسلمي لي على الناس البيض، وبصحتكم البركوكس بالحليب والتمر. راه حنا مازال ما كنديرش بركوكس بالحليب والتمر. واش نديرو دوكا سيدة سارة؟ دوكا درت حطيت الفيون داشي تاعي في ريسيبيون. صح. درت له السنة تاع الثوم اللي بقاو لي. صح. درت لي زيبيس اللي كاين. وراس الحانوت وسكنجبير. ونص مكعب تاع الدجاج اللي قعد. ومن بعد زدت درت له حبه بيض. ودرت له لا شابلور، لا شابلور باش ما يجيناش يابس. صح. كي ناكلوه يكون طري. صح. برك عطيني خطيوه شاف. نعطيك خطيوه ما عليه، ما يكون لا خاطرك. الله يسلمك. يلا شوفي شوفي، هذه باكي لا تجي، هذه صغيره. صغيره. نعطيو لها سيدة سارة، لازم غطيوة اللي تجي على. شوفي لي هذه سيدة سارة، خليوها هكذا. يلا دقيقة برك نفرسوها هكا باش يطيب. لازم نحلو هاد ال لازم نحلو باسكو هكا يطيب محبب. ومن بعد هاد لافيون داشي هي اللي تزيدي لها شامبينيون ولا؟ لا لا، هذا الفيون داشي هذه، ومن بعد ما نزيدوا لها والو، نديروها في الطاجين. هذا اللي نزيدوا له من بعد الشامبينيون والزيتون ثاني هنايا. الزيتون بيان سور في الاخر مع التالي. ومن الاحسن الزيتون لازم يغليوه وحده بالقارص اللي يحيوا له الملوحيه. هذا الزيتون نحبوا نخلوه في الماء، نبدلوه كل نبدلوا له الماء كل وقت، ولا نديروه بالقارص نغلوه محلوط طبعا. مشيت نحالوا هذيك الملوحيه ولا تغليوه بالقارص؟ ولا نغليوه بالقارص. الريحه الريحه بدات الريحه ما شاء الله. الله يسلمك. يلا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. مرحبا بك سيدتي. واش راك لاباس؟ واش راكي سيده وهيبه؟ الحمد لله. الحمد لله. واش راهم الناس سوق هراس؟ واش العائله تاعك يا شاب فارس لاباس؟ والله غير الحمد لله. سؤال عليكم انتم، واش راهم الناس سوق هراس؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كاش بركوكس بالحليب. مرحبا بك، ارواح عندنا نضيفوك. نعطيكم مقلب اللوز بالبن، تعطوني بركوكس بالحليب. معليش ما كاش مشكل. هيا خلاص تفهمنا. مرحبا بك سيده وهيبه. يعيشك يا شيف فارس. سيده وهيبه، نقص لنا شويه تلفزيون تاعك وسمعينا من التليفون هكذا باش تسمعينا مليح ونسمعوك مليح. معليش. شكرا شكرا. الو. نقص لنا التلفزيون. يلا تفضلي سيده وهيبه. ساره هاكي مع شاب فارس ما شاء الله.
انا فهمت والو، على بالكم تعرفيها ماما. انت يا ماماها. انا ماماها. يا ماماها واش راكي؟ واش راك شاب فارس لاباس؟ ولا غير الحمد لله. واش راكم نتوما؟ دارك كلها لاباس؟ ولا غير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. ما شاء الله الطبق تاعك ما شاء الله، وبنتك ساره ثاني ما شاء الله ها فنانه. الله يحفظك. الله يحفظك الشيخ، يطول عمرك. يطول عمرك انت زاده، يطول عمرك. سيدة رهيبة، واش جربتي من الاطباق تاع بن حست ولا اروع؟ والله واش راح نقول لك، كاين حوايج فورميدابل، كاين كيما نقولوا درتي الاخرى هذيك حنان تاع الحنان محنشه اه، ودرتي هذاك الاخر طاجين البيضنجال، والاخر كاين ثاني طاجين الجبن تاعكم انتوما قلب اللوز. ها لا جربت قلب اللوز ايه، انا نديره في رمضان. اي بصحتكم صحتكم. لا ما شاء الله دبر عليك، ما شاء الله عليك. اه شوفي ديري طابله عند الباب تاع الدار، ديري قلب اللوز وبدا تبيعي. معليش ما كانش مشكل، اتكلي على ربي. اه ما بخلفه محال، بالك باك تدوز من تما تبيعي لي. اه ما كانش مشكل ارواح، ان شاء الله انا قال نبيع ليك وزيد راح تبيع فتنه. بيعي لي ليه تبيعي لي؟ اه نبيع لك. هيا خلاص نبيع لك، نبزلتو شويه نبزلتو شويه. هيا خلاص وشنو ساعديني انايا ماشي كيما الاخرين. قولها الوصفه وصفتي نزيد نبيع لك. ما شاء الله انت نساعدك يا الله يحفظك. بارك الله فيك سيده وهيبه، الله يشكرك. يبارك في عمرك ان شاء الله، يعطيك الصحه. يا يسلمك. واش درتي فطور اليوم؟ واش قبل ما تروحي واش درتي فطور اليوم؟ درت واحد دولمه كيما انتم تقولوا. تعجبني الواحد هذه الواحد. انتوا تاني تقولوا كي تحكيوا تقولوا قولي هيه. ايه قولي قولها قولها. ممكن ما نقولش هيه؟ ما تفهمش. ما نفهمش ولا ما تكملوش الحكايه. ما نكملش وما تفهمش. ايه سيده وهيبه. واش قلتي يا شيف؟ واش درتي فطور اليوم؟ دولمه قالت لك. دولمه. دولمه تاع الخضره؟ ايه تاع القدره. ايه تاع الخضره ولا تاع القدره؟ كاين. لا تاع القدره ماشي تاع الواحد، هذيك تاع الكوشه. مش تاع الواحد الكوشه. قولي هي احنا الدولمه شاف ماشي عندنا الدولمه تاعكم ماشي كيما الدولمه تاعنا. احنا كيما تاعنا دي بول هذيك فيونداشي ونديروها كيما نفس لاصوص ونديروها ماشي كيما تاعكم تاع الخضره. تقول لها دولمه. نقول لها دولمه. دولمه ماشي دولمه. دولمه دولمه راح شويه التراكه. دولمه يعطيك الصحه سيده وهيبه. اه راحت سيده وهيبه بارك الله فيك، ربي يخلي لك الام ديالك. الله يسلمك تعيش. واش راح نديرو دوكا؟ دوكا نروحو الوصفه الثانيه. بيان سيغ نروحو الوصفه الثانيه، ما بيت تحضرنا الوصفه تاعنا. هاي نروحو نجيبو المقادير تاع الوصفه الثانيه. يلا راح نديرو حلوه بالشوكولاته دوك تشوفو. ولا اروع. يلا قولي لنا قبل المقادير السيده ساره. احنا واش عندنا؟ عندنا هذاك الكاطو العادي شافلين نشروه في اي كاطو حبوا يديروه. اي كاطو حبوا يديروه يرحيوه. يرحيوه شحال تكون الكميه؟ حسب كيما تحب، ماهيش مربوطه بكميه هذه. عندنا دوكا الكاطو هذا شريناه ورحيناه نحطوه. شريناه ورحيناه. ايه ما ندوه لا ما شريناه. لا شريناه بدراهم. اي تقولكم سيده ساره شريناه. دوكا علاش باقي نقول لكم وين شريناه؟ يلا دوكا ندير شريناه ورحيناه. ايه ودوكا نزيدوا لها زوج مغارف كاكاو. عطيني زوج مغارف تاع كاكاو. كاكاو تاني شريتيه؟ ايه بيان سور شريناه. حاجه شريناه جبته معايا. لا لا شاف عطيني. واش نعطيك؟ صفايه. ما عليه نعطيك صفايه. يلا نزيدوا ناخذوا اتصال ام شيماء. السلام عليكم. عليك السلام. السلام عليكم. مرحبا بك ومرحبا بناس كيكدا. والله ربي يخليك يا سيرس، عيت باش نشكرك على المقيره دجا ولا اروع. عاد جربتيه؟ اه ولا اروع، على بالك درته البارح وعسلته ما شاء الله. انا جامي درته بالسميد
شغل تحمر السميد شويه هكذا ومع الجلجلان محمره جا ولا اروع. شتي شحال تجيبي لين يا شيماء؟ جا ولا اروع. انا ومن الفرحه قلت لازم نشكرك. قلت لكم تبعوني ما تخافوش. قلت لكم ولا ما قلت لكمش؟ صافي سنين وحنا نتبعينك. الحمد لله الحمد لله بصحتكم. واش المقيرات جامي درت بلا فاسون هذي؟ جربت البارح كثرت له زيت. جامي جامي السميد تما حمصتيه ودرتي به مقرات؟ جامي جامي درت السميد محمص. قلت لك جاني ولا اروع. جاني ولا على بالك ما يخطاش الميدا ما يخطاش السميد درك المقيرات. صحتكم صح. بنين بنين كثرتي له قشطه القارص. كثرت له زيت تاع القارص وحطيت له العسيله هكي كليكيد ما زدت لها والو. ما تزيدوا لها والو باش يبقى هكا يتقرمش هكا. جا ولا اروع. نعاود نوليو للوصفه الثانيه تاعنا. قلنا عندنا كميه تاع كاطو اللي تلحيوها كاطو اللي حبيتوه. نزيدو جوج مغارف تاع كاكاو. دوكا نزيدو نبداو بالشوكولا. شوكولا تاخذيني تاعك مغرف. اعطيني مغرف تفضلي. نديرو الشوكولا نديروها حتى تلاي منها تولي نبات اون بات كيما العجين. صح. دونك تالي شوكولا تعطيني هذه وشو تطلي على حسب الكميه تاع الكاطو تاعكم اللي درتوها. ناخذ اتصال. السيده ربيعه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بك. واش راكي لاباس؟ الله يسلمك. واش راك بديت لاباس؟ ولا الحمد لله. سؤال عليكم واش راكم انتوما؟ واش راهم الناس البليده؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. خويا فارس حبيت تعاود لي الوصفه تاع البارح. واش حبيتي؟ الوصفه تاع القيره تاع البارح. نعاودها؟ عاودها لي شفاهيه نحط معاها مع الثاني. هايا نعاودها لك. نعاودها كاش مشكل. عندك 3 كيلات تاع السميد متوسط؟ 3 كيلات. ثلاثة. ايش؟ يكون السميد محمص صح؟ حمصه كيما نحمصو الطمينه عادي. نعم. والسميد يكون متوسط ماشي خشين وماشي رطب. نعم. معاها والكيله اللي تكيلي بها السميد 3 كيلات تاع السميد يكون محمص. تكيلي بها كيله تاع السكر. ايه. وكيله تاع الزيت. نعم. وكيله تاع جنجلان يكون محمص ومرحي. نعم. وكيله تاع البيض. يعطيك الصحه. ومبشور الليمون ما تنساش. يعطيك يحب قشو تاع القارص بزاف باش يجي بنين. يعطيك الصحة. بلا يا سيداتي. حبيت نجربه. يعطيك الصحة. جربيه وعاودي عيطينا قلنا واش رايك. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا سيدة ربيعة بارك الله فيك. دوك هذه شاف نطموها حتى تولي اون بات. بعد نخلوها تريح في الفريجيدار شوية. صح. كي نخلوها تريح في الفريجيدار شوية من بعد نديروها دي بول. ونكوروها. بعد نجي نقطعوا الحبة الأولى. وبعدا نكيلوها كيما نقولوا حنايا على قد الحبه باش يجوا كامل كيف كيف. باش يجوا كامل كيف كيف. صح. دونك نديروها دي بول كويرات. ومن بعد هذه الكويره نفتحوها حربوش يولي حربوش. صح. ومن بعد نبلاطيوها شويه ومن بعد نقصوا الحبه الاولى ومن بعد يجي نبداو على قص الحبه الاولى باش يجوا كامل كيف كيف. باش يجوا كامل كيف كيف. صح. بصح لازم نخلوها شويه تشد روحها باش تجينا سهله تساعدنا في الحلان. ومن بعد ندوبوا شوكولا. نذوبوا شوكولا. ومن بعد نجيبوا الكابريز ولا هذاك لي بواط ولا كراميل ولا ندير بعد ما تذوب ما تجمد لنا مليح لاباط نديروا الكراميل قبل الكراميل. ومن بعد نحبوا نديروا اللوز ولا كاوكاو ولا مكسرات. هما اصلا كاوكاو. هو الكاوكاو والمالح. صح. الكاوكاو والمالح باش يكاسي لوغو. صح. فهمت. من بعد نرميو الكاوكاو فوق هذاك الكراميل. ومن بعد نزيد نخليوه يبرد. صح. ومن بعد نغطوها بهذيك الشوكولا. صح. احنا ما عادش نقدروا نديروا كامل هاد لي زيتاب كامل هاد المراحل لان ما كناش بزاف الوقت. نعاود نفهمكم. هاد لاباط راح نديروها في كيس بلاستيكي ولا بابي فيلم تحطوها في الثلاجه. من بعد رايحين تكوروها ولا توزنوا حبيتوا توزنوا الكوري تاعكم ديرهم كامل كيف كيف. هادو كوريات فوق النورمال. هذيك الكوريا رايحين ديروها حربوش تاع 10 سنتيمات. 10 سنتيمات هكاك. وكامل هذوك الحلبة باش يروحوا كامل 10 سنتيمات باش يجيو كامل كيف كيف. نبلاطيوهم شويه نحبطوهم شويه ديروا عليهم الكراميل ولا توفيا ولا توفيا اللي جات اللي حبيتوا. ترميو شويه تاع كاوكاو يكون محمص ومن الاحسن يكون المالح. المالح هكذا باش يجي توازن في المدار ما بين الحلو والمالح. وتغلفوا
كامل يعني تطليو كامل الحبة تاعكم شوكولا تكونوا ذوبتوها فوق حمام مائي، وعندكم حلوة بشوكولا ولا أروع ولا أروع ولا أروع. يلا مكالمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك سيدتي، وش راكي لاباس؟ الله يسلمك. الحمد لله ربي يهنيك. الله يحفظك، مرحبا بك، وش راه من دوس البليده لاباس؟ الحمد لله كلهم الحمد بخير. الحمد لله، الله يسلمك تعيشي طول عمرك. الله يسلمك، عمرك أطول من عمر إن شاء الله. إن شاء الله إحنا إن شاء الله عمرك طويلة وأنا عمري طويلة وعمرك بقى طويلة إن شاء الله. الله يسلمك ربي يخليك. الله يحفظك. الله يسلمك سيدة جميلة. نعم. واش درتي فطور اليوم؟ من أماه اليوم ما أنا وشنو؟ هي اليوم عملت رز بالجلبانة. رز بالجلبانة، هي بصحتكم. الأمي بصحتكم. صحتكم. الله يسلمك. صحتكم. تفضلي سيدة جميلة. نعم. شفتي إذا قلت لك شفتي الوصفة تاع سيدة سارة تاع اليوم؟ لا ما لا ما شفتهاش، ما نكتبش عليك، مازال ما شفتهاش. يلا الى فاتك الحصه تقدري تشوفي لنا في الليل على 9 تاع الليل، واذا حبيتي تشوفي الحصه تقدري تشوفيها على الصفحه الرسميه الفيسبوك لسامية تي في، كذلك الانستغرام. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله. شكرا سيده ربيعه جميله. عفوا عجوزتي. عجوزتي قولي لي قولي لي بلي عجوزتي. على بالي دخل عليا هكذا. يا واش راكي سيده جميله؟ الحمد لله الحمد لله. قولي لي سيدة سارة طيب في الدار ولا؟ طيب طيب، طيبها بنين. اي صح. لا لا الريحة تبان بنين. لا لا طيبها بنين يعني ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظ لها يديها. عندك زهر جوزتك شكلاتك يا بيان سي. ما شاء الله كون تشوف شيخي. لا حتى شيخي حتى طيبها. ما شاء الله تحية كبيرة ليه. الله يسلمك. تبارك وزاهين في الدار. الحمد لله الحمد لله. واللي قالت لي عليها بالكوكس بالحليب طيباتو؟ الكوكس بالحليب. نعم بالقديد كما نقولوا احنا. ما شاء الله. طيباتو في الظلام ما طيباتوش؟ بالكوكس طيباتو، طيب البركوكس هي بالحليب. وما طيبوا البركوكس تاعهم. ايه بالحليب طيباتو شحال من مره. وبنين سيده جميله؟ لا بنين بنين ما شاء الله. هاي خلاص البليديين قالوا لك بنين. انا قلت لها كامل بنينه. بنينه. انا قلت لها قلت لها البليديين الى سينيا قالوا لك بنين صافي بنين. لا لا بنين بنين. هاي خلاص هاكي رابحه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه سيده جميله. بارك الله فيك، تحيه كبيره لك. شكرا بركه. شكرا شكرا لك، يعطيك الصحه. مع الف مع الف سلامه. شكرا. هذه قلنا رايحين بابي هاكي تفضلي. نورمالمون وصلت لكم الفكره تاع هاد الحلوه ياك، رايحين نديرها في الثلاجه سهله. سهله. اي سهله. نكوروها نوزنوها باش تجي كامل كيف كيف. انا عندي مشكل مع هاد البابي فيلم. قلنا ومن بعد رايحين ديروهم شكل حربوش 10 سنتيمات، فلاطيوهم شويه، حطوا الكراميل، حطوا الكاكاو تاعكم في الفريجيدير باش يشد روحو. باش يشد روحو. نقدو كي نديروا الشوكولا يقدر زعما ما نلقاوش فيه مشكل. صح. اي. وفي الاخر راحين نطليوه بالشوكولا عادي. الشوكولا تحب تزينو فايدوغ ولا كيما يحبوا. كيما يحبوا هما حاجه كيما يحبوا. راح تجيب زب بنينه وحتى ولادكم على بالي بلي تعجبهم هذه الحلوه. يلا هنا نزيدو ناخذو اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم فارس. سيدة ليندا واش راكي لاباس؟ والله الحمد لله احنا معاكم مع الضيف الله يبارك ناصحه. الله يبارك الله يبارك عليها الستر. بالستر يبعد عليها العين. ان شاء الله يا ربي امين ان شاء الله. والله وفق الساهلين الله يبارك. نعم نتبعوا فيكم بالثقه. الله يسلمك. واش درتي فطور اليوم سيده ليندا؟ اليوم انا ذاك البارح تحت شوخه كنت دراري يقرا وحدي تحطي تحت شوخه تاع البارح بس لحقت برك بطاطا كوفي وسلاده وسيتو. هيا بصحتكم فيها بركه. يعيشك يا بصح احنا الايام هذه كلني قاعده ندير غير الحوايج التقليديه و وقتهم وقتهم حاجه سخونه وقتها هذوك. عطيتي الصحه فوالا هذيك الاخي عطيتك على الجرايد اللي قلت لك تاع الكوله هذيك لازم نجربوها ثاني. اي اي والله مليحه هذيك هي تاع الشتا احنا نديروها يعني بزاف. هنا يديروها عيطوا له جرايدو جاري جرايدو. وفي السكيك يديروا كما قالت السيده ساره دوكا بركوكس بالحليب. شوف ديروها انا تعلمت عليهم بزاف السكيك دي انا قلت يا اخي انا قرميه
وتعلمت هذا البركوك التقليديه يديروها ماشي بالحليب بصح يديروه بالخضره الحمص الخضره كان اللي عندك دير بيها صح. وعندي انا طريقه تاعي تاع القلميه عندي وليت ندير هذا البركوك تاعهم وعندنا تقليد تاع يما احنا تاع قلمه نطيب طيب قلمه مازال واي حاجه نشوفها نديرها زاده يعني نتعلمها تاع كل الطبوع يعني تاع البلدان كامله يعني الحمد لله صحتكم. قلت لك عندنا هذا البركوكس هذا نديرو عيش هذا مخدوم باليد مفتول إيه؟ نديرو فيه قلت لك الفول هذا كيطيب وحده ونديرو نطيبوها نورمال البرمه يعني بالبصل ما فيهاش الثوم فلفل كحل ملح وقلت لك ودير طماطم كعب هكا تاع طماطم كعب وحده وزيد تمرقها بالكونسيرف تمرق البرمه ومن بعدها وتحط كي طيب هكا وتلبي مليح حتى تحط هذاك الفول في المرقه تلوحه وتخليه يزيد يغلي ان بو مومون بعد تلوح العيش هذاك صح ويكون بالفول يجي واحد عنده واحد الباه هكا واحد الاكله يعني تسخف بلا ولا اروع الماكله الشعبيه كي وحكات الاخت راه هي يديروا البركوك بالخليع كما يقولوا جهتكم حنا نقولوا له سميتو يا ربي عندنا واحد القديد واضح احنا نقولوا له القديد قديد نطيبوه نديروا هي دير البركوكس احنا نديروه بالكسكسي القوالميه نديروا الكسكسي نورمال بالمرقه ونطيبوه بالقديد وعلى الاخر خلاص نصب له يما الحليب واللي تنديروا فيه صوتو الخرد هذاك نكثروا من الخرد دير فيه الله يبارك يعني اكله يعني تقليديه تاع بكري 100% وبامتياز والله هي الاخت ترى هي اللي زاد فكرتنا بالاكله التقليديه نحييها بزاف تحيه كبيره لها ربي يعيشك واعطينا اعطيني لاباج تاعك باش نعود انا نتبعك اخت ترى اسمها الصفحه تاعك سينيا لوالي نعاونوها ساره نعاونوها خلاص ولا داوها لك داوالي داوها بصح عندي الباج انستغرام ساره زهره ساره زهره زهره لا فوتو بروفيل تاعي يلا الانستغرام ساره زهره علاش ديتو لها لاباج تاعها حرام عليكم حرام عليكم معليش معليش يلا دوك حنا قلنا نحطوا البيض اللحم مفروم كاس من المرقه الدجاج نفتوه نبداو قبل بالفيونداشي نديروا باش نفهموهم برك لانه الوقت ما قاعد اي بيان سور نديروا الفيونداشي نديروا البيض فرماج يلا فرماج شوف اعطيني واش عندك فرماج يلا نديروا هذا قلنا فرماج وعندكم الدجاج اللي تفتوه والمرقه هذيك اللي طاب فيها الدجاج تاعكم ونخلطوا كل شيء مع بعض طبعا الزيتون يكون في المرقه دوكا خلاص دوكا نقدروا نقطعوا الزيتون ونقطعوا الشامبينيون باش نحطوه يلا مشاهده الكرام انا وساره ان شاء الله راح نكملوا الطاجين الجبن تاعنا هذا باش من الفاصل تصيبوه واجد خليكم نتوما بعد الفاصل راح نتلاقوا فوق الطاوله راح نشوفوا الوصفات تاع السيده ساره حاضرين وجاهزين امامكم خليكم بعد الفاصل مرحبا بكم مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا الوصفه تاعنا اليوم راهم حاضرين وجاهزين لابريسيون ساره لازم تجري هنا لازم تجري لا غالب دونك الوصفه الاولى طاجين الجبن قلنا نحطوا الجبن المبشور ولا الجبن اللي يحبوه تحطوه من الفوق حطوه في الفرن ويخليه ياخذ هذيك التحميره ويخرجوه بالصحه والراحه والوصفه الثانيه اللي هي حلوه بالشوكولا صح قلنا نحطوا هذاك الكراميل نحطوا الكاكاو ونطليوها بشوكولا عادي شوكولا بالحليب وشوكولا سوداء انا شاف ديرها شوكولا سوداء علاش باش تكاسي ثاني تكاسي باسكو حلو الشوكولا تاخذيني حلوه صح هذه عندك الحق فيها يعطيك صحه ساره الله يسلمك بارك الله فيك تحيه كبيره لك تحيه لزوجك اللي راهو معانا الله يسلمك تحيه كبيره ليه زينة وناس دارك الله يسلمك ووالديك ان شاء الله الله يسلمك بارك الله فيك من عندك دقيقه نقدم تحياتي لماما ابي اللي كان بالنسبه لي هو رجل عظيم اللي خاض معنا بزاف معارك تحيه لشيخي تحيه لعجوزتي تحيه لراجلي وليداتي نقولهم نحبكم نموت عليكم ان شاء الله بارك الله للناس كامل اللي تعرفني لخالتي الكامل كامل يلا قلنا الانستغرام تاعك
زهرة سارة، لا فوتو بخوفي لا فوتو تاعي. يلا مرحبا بكم سارة، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة مشاهدينا الكرام. كانت اليوم آخر حصة بالنسبة لهذا الأسبوع، راح نتلاقى بكم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم السبت من 1:30 لزوج ونص كما جرت العادة. منا لهذاك الوقت منا لكم عطلة سعيدة، عطلة الأسبوع سعيدة، وستناوني إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله بزوج وصفات وثلاثة وصفات كما جرت العادة. سلام.